الحوثية والألغام الأرضية تفننت ميليشيات الحوثي الإرهابية في جلب كل أنواع الموت لليمنيين، ولم تكتف بنوع واحد فقط، ومن بين ذلك الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة في المزارع والبيوت والطرقات والمنشآت العامة، إضافة إلى الألغام البحرية التي سنخصص لها حلقة خاصة بعنوان الإرهاب البحري، علما أن الألغام اختفت تقريبا من أغلب دول العالم، أو لنقل من كل دول العالم، صارت من التاريخ وصار الناس يتحدثون عنها ويتكلم عنها الباحثون أو المؤرخون فقط، فيما لا تزال عندنا في اليمن أو تحديدا بالأصح عند الحوثي حالة واقعية إلى اليوم، لأنها جماعة الموت. وهكذا ولم تعد قلنا هذه الألغام موجودة إلا لدى جماعة طالبان فقط، مع أن جماعة الحوثي قد فاقت جماعة طالبان في عدد الألغام التي زرعتها، كما تفوقت عليها في الخبرة والخبرة إن صح التعبير. لقد زرعت أكثر من 1,000,000 لغم في المناطق التي تسيطر عليها، تسببت بقتل الآلاف من البشر، شيوخا، أطفالا، نساء، رجالا، بل حتى الحيوانات. حتى الحيوانات تضررت من الألغام الحوثية الأرضية التي زرعتها. تشير التقديرات أن ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران زرعت أكثر من 1,000,000 لغم أرضي في المناطق التي تسيطر عليها. آلاف المواطنين حتى الآن لا يزالون يعانون من كوارث الألغام، وقد ورثت جزءا من هذه الألغام من مخازن الدولة سابقا، يعني ما يزيد عن 400,000 لغم كما تذكر بعض التقارير، فيما صنعت أضعافها مؤخرا بمساعدة خبراء إيرانيين ولبنانيين، صنعتها في صعبة. وحتى منتصف العام 2020 انتزع مركز الملك سلمان الإنساني أكثر من 167,000 لغم وقذيفة كانت تهدد ما يزيد عن 167,000 يمني أو يمنية، كلفت أكثر من 31,000,000 دولار تكلفة نزع هذه الألغام، ولقد راح ضحية هذه الألغام بعض العاملين في نزعها أيضا عبر فرق متخصصة من العرب والأجانب، بلغت 32 فريقا وخمس فرق أخرى للتدخل السريع. ذهب من هؤلاء الفرق العاملة 21 شهيدا، فيهم 5 من الأجانب، بعد أن بلغت المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها من الألغام نحو 10,648,279 مترا مربعا، وتتصدر محافظة تعز المرتبة الأولى في عدد الألغام وضحاياها كذلك، علما أن الألغام الحوثية قد حصدت أكثر من 10,000 ضحية يمنية، يمثل الأطفال والنساء الغالبية من هذه الضحايا، وأيضا أصحاب الحرف العادية كالصيادين والمزارعين. تم زرع هذه الألغام في الأراضي والمدارس والبيوت والآبار، وقد تعمدت الميليشيات إخفاءها بطرق عدة. وبفعل هذه الكارثة وحدها تتصدر اليمن اليوم الدولة الأولى على مستوى العالم في حوادث انفجار الألغام وفي الأماكن المزروعة بالألغام، حيث لا تزال تمثل تهديداً مستقبلياً لعشرات السنوات القادمة، وذلك لعشوائية زرع هذه الألغام
ليس في البر فقط بل وفي البحر. وبحسب تقارير سابقة للأمم المتحدة فإن عدد ضحايا الألغام الأرضية من الأطفال والموثقة في تقرير الأمين العام قد بلغت 728 ضحية، 149 قتيلا، منها 123 فتى و26 فتاة و579 جريحا، منها 478 فتى و101 فتاة من 2013 إلى 2018 فقط. هذا هو حال الجماعة مع الألغام التي يزرعونها ومع المتفجرات ومع الموت بالأصح. الطفل اليمني ضحية الإرهاب الحوثي بصورة مباشرة وغير مباشرة، فهو ضحية بصورة مباشرة إما لأنه قتيل أو مصاب أو جريح، وهو ضحية بصورة غير مباشرة لكونه قد فقد في الحرب أباه أو أخاه الأكبر الذي يعوله أو حتى معلمه. كون الأطفال يعتمدون على أولياء أمورهم في العيش، وإما لأنه أجبر على التشرد فتعرض للأمراض وظروف التشرد القاسية، وإما لأنه افتقد طبيبه الذي قتله الحوثي، وإما لأنه أصبح بلا مدرسة بعد أن قصفها الحوثي، أو بلا مدرس بعد أن اعتقله الحوثي أو قتله، وهو ضحية أمراض نقص التغذية لأن والده لم يجد عملا فيطعمه منه أو يوفر له الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وهو ضحية الرهاب النفسي اليومي الذي يعيشه بين قصف المدفعيات والمغذوفات والقناصة وانفجار الألغام. وهكذا تتبدل الجريمة مركبة متداخلة، ويبدو الحوثي مجرم حرب وإرهابيا بشعا بصورة لا مثيل لها في التاريخ. الألغام اليوم حديث الناس، وهناك إقطاعيات واسعة ومناطق كبيرة في مناطق آهلة بالمدنيين لا تزال حتى اللحظة مزروعة بالألغام وبطريقة عشوائية لم تعرف خرائطها حتى اللحظة. لا يهمها، يهمها أن تزرع اللغمة وأن يموت اليمني فقط، هذا ما تريده، وتتبناه مع جماعة مجندة خاصة من أتباعها لهذا الغرض. تلقوا تدريبات عالية من خبراء إيرانيين ولبنانيين في زراعة أو في صناعة الألغام في صعدة ثم في صنعاء مؤخرا، ومنها يوردونها إلى بقية المناطق التي يريدون إرهابها أو يريدون القضاء على أهلها. وقد رأينا بأم أعيننا كيف تحول بعض الأطفال إلى أشلاء، وكيف تحولت بعض النساء كذلك إلى أشلاء، وكيف تحولت بعض الحيوانات كالجمال والأبقار والماعز إلى أشلاء بفعل الألغام الحوثية التي زرعتها في الطرقات والمزارع بقصد قتل اليمنيين وإرهابهم. إنها واحدة من أسوأ وأبشع آلات القتل التي تتبعها، وستظل اليمن كما قلنا تعاني لفترات قادمة من هول هذه الألغام التي لا وجود لها في أي دولة في العالم غير اليمن وغير جماعة طالبان الأفغانية، وهي بالطبع الجماعة الإرهابية التي لا تقل إرهابا أو التي تشبه بالأصح الجماعة الحوثية، مع أنه الجماعة الحوثية لا يشبهها ولا يصل إلى بشاعتها وإلى إجرامها أي جماعة إرهابية في كل بقاع الأرض في الوقت الحالي على الأقل. اليمنيون اليوم إلى جانب كونهم ضحايا ألغام أيضا ضحايا القنص، ضحايا القصف، ضحايا الهجوم للأحياء المدنية، ضحايا الإرهاب الحوثي الشامل بكل تفاصيله وبدون استثناء، ولا تزال تمعن
في اليمنيين قتلا وإرهابا يوما بعد يوم دون رادع من ضمير أو من دين أو حتى من المجتمع الدولي والإقليمي للأسف الشديد.